كشف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الدول والأندية المشاركة في دوري المحترفين الآسيوي لكرة القدم، موضحا أن المستوى وليس الشروط هي التي سيتم الاعتماد عليها في المستقبل للمشاركة في هذا الدوري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالكويت. تقرير لأحمد لأنزي يستعرض أهم ما دار خلال المؤتمر الصحفي. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أكد أن فترة رئاسته للاتحاد لمدة سنتين هي فترة ليست كافية لتنفيذ برنامجه الانتخابي، وأن هدفه الأول هو لم شمل الأسرة الآسيوية. الفترة سنتين أنا ما أعتقد أنها هي فترة طويلة، لكن من خلال البرنامج اللي وضعناه احنا في طبعا الحملة الانتخابية أعتقد هناك في أهداف ممكن احنا نوصل إليها، لكن في بعض أهداف تحتاج إلى وقت لتطبيقها، لكن في المقام الأول أنا أعتقد لم يمكن الدول آسيا، لأن أعتقد علينا الكثير في الفترة الماضية، ويجب أن إذا كانت نبغي أن آسيا أن تكون لها هيبتها ولها كلمتها، وهناك اتحاد سوف يراعي مصالح دول آسيا، فيجب أن تكون في وحدة كلمتها. الشيخ سلمان بن إبراهيم الذي فاز بثلثي أصوات الجمعية العمومية كشف أن الاتحاد الآسيوي بحاجة إلى لجنة للقيم أسوة بالاتحاد الدولي. أنا أعتقد من خلال البرنامج يمكن قرأت يعني في تصريح لي بأن هذا من الأولويات، أن إن شاء الله إحنا نشكل هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن، حالنا حال الاتحاد الدولي، يعني إحنا ندري أن هناك في اللجان التحكيمية مثل الاستئناف والانضباط، لكن لجنة القيم هي وضعت من قبل الاتحاد الدولي أن يعني تنظر في قضايا معينة، وأعتقد أنه يجب أن احنا نتكلم خاصة من الأحداث اللي صارت في السنوات اللي مضت أن نفعل ونشكل هذه اللجنة. مثل ما تعرف أن تشكيل أي لجنة جديدة يطلب من طبعا نحن نأخذ موافقة الكونغرس بتقديمه، لكن هو ما يمنع ان احنا نشكل لجنه مؤقته لين ان نعرضها في الكونغرس الجاي، ونحاول انها تكون هي عامله يعني في اسرع وقت ممكن. دوري المحترفين كان هو السؤال الابرز الذي يخص الانديه الكويتيه، فماذا كان الرد؟ بالنسبه لدوري المحترفين انا اعتقد ان ابطال اسيا بالنسبه في الوقت الحاضر هناك يعني عدد قليل من الدول اللي تشارك في هذه البطوله. احنا نبي نوسع هذه الرقعة يمكن إلى تقريبا 22 أو 23 دولة في القريب العاجل، فإن شاء الله ان هناك في دول إن شاء الله بتشارك في هذه البطولة، لكن إن شاء الله في القريب العاجل احنا بنعلن عنها. يعني أنا اجتمعت مع إدارة المسابقات، لكن مع التشاور مع أيضا اللجنة نفسها على أساس ان نشوف كيفية دخول الفرق هذه لهذه البطولة بنظام انه يكون إن شاء الله نعطي حقية يمكن للمستوى أكثر من الشروط. تعديل المادة 32 كان هو السؤال الثاني الأبرز المتعلق بالكرة الكويتية. أنا أعتقد النظام الأساسي بالنسبة لكل دولة أعتقد هو نظام داخلي، وهناك في جمعية عمومية هي صاحبة القرار، ما دام القرارات التي تتخذها ما تخالف النظام الدولي. طبعا أنا مع سعادة الدكتور الشيخ طلال ما ناقشنا هالموضوع يعني في هالفترة، لكن أنا أعتقد بأن في نظام واضح بالنسبة للاتحاد الدولي والاتحاد القاري هو يتبع، وما دام هناك في جمعية عمومية تمثلها الأندية فهي ممكن هنا تختار النظام الأساسي ما دام أنه ما يخالف النظام. الشيخ سلمان رفض الرد على الانتقادات التي وجهها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام. بالنسبة لتعليق الأخ محمد بن همام فأعتقد أنا ما في داعي أن أنا أرد عليه، فأنا هذا هو رأيه. أنا بصراحة في هذا المؤتمر نبي نتكلم دائما بالأمور الإيجابية، والشيء اللي نشوفه شيء مو في صالح الكرة ولا شيء يسيء للكرة ما أعتقد إحنا مرتب عليه. رئيس الاتحاد الآسيوي ذكر أنه من الصعب اتخاذ قرار بإعادة ترشيح للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الاستقرار مطلب مهم للنجاح. أحمد دانزي، الرأي.